ايوه وصلت. مش قادر انسى اليومين اللي قضيتهم معك. إيه؟ لو قلت لك انك وحشتني هتصدقني؟ اصدقك. بس انا زعلانه منك عشان مشيت وسبتني. بس اعمل لك ايه بقى، انت حر اعمل اللي انت عايزه، ما انا مش هقدر اغصبك على حاجه انت مش عايزها. ماشي، بس وحياتي ما تتاخرش عليا. تصدقي بالله انا عايز ارجع تاني عشان خاطرك، عشان اشوفك. ايوه. هي مين يا حبيبي اللي عايز ترجع مصر عشان تشوفها؟ مع السلامة. قول احكي لي، اصلا احب حكاويت جو. جبرية انا ما بحبش الطريقة دي. امال انهي طريقة اللي تحبها؟ اصل نسيت. يعني يا راجل سايب الدنيا تضرب تقلب وداير تلعب وتدور على راحتك. مين اللي كنت بتتكلم معاها؟ ها؟ واحدة تعرف علي؟ اخص عليك يا عبد الحكيم. ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، تشغلش راسك انت، ان شاء الله يولع البيت باللي فيه. خير يا جبرية، حصل ايه؟ الست هانم جابت بناتها عشان يقعدوا في البيت على طول، وعايزة تبني شقة فوق البيت عشان تاخده كله، وعملت عمل لأختك فوزية عشان تخرب جوازتها على محروس، وانت طالقها علينا. قال ايه؟ مرت اخويا، اقدرش اقول لها حاجة. لا يا حبيبي، قول لها انها هنا ضيفة شوية وحتمشي، مفهوم؟ وبعدين قول لي مين السنيورة اللي كنت بتتكلم معاها؟ ما هو مش عشان سايبك تريد وتعزيني وتتكلمي وانا ساكت تقومي تقلي ادبك، ها؟ هتقولي هي مين وبتعرفها منين وبتتكلم معاها ميتة وليه وكيف؟ وانا مش هقولك. هتقول عشان انا مش قالب طوم في البيت ده. بقولك ايه؟ ايه؟ انا سايبك تلت وتعجيني من الصبح، ها؟ كفايه لحد كده، فاهمه؟ ده انا خايف عليك. لا، انت خايفه على نفسك. انت ودك البيت ده يتهدى على اللي فيه، ان شاء الله نموت كلنا وانت تفرحي وتعيشي. مش كده؟ لا 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 لا، مش كده. انا تفكر فيك. خلاص خالص، فاهمه؟ ده بيتي. بيت مين؟ بيت انا يا جبرية. يعني لما باجي علشان ارتاح. انت ما ترضيش ارتاح، يعني مش عايز وجع دماغ. وجع دماغ مش عايز، ايه؟ خالص. يلا. ايوه، حلو كده. شفت الجول تونسك. ابعد عني، مالكش دعوه بيا. ايه الحكايه؟ بعد عني، ما ينفعش كده. صدقيني حزهك. لما تعمل اللي قلنا عليه الاول هبقى اعمل لك اللي انت عايزه. هعمل، ما تقلقيش. بكره ان شاء الله هتكلم مع ابوي. بس انت لاميها بكى. لما تكلمه. ما عايزك تعرفي حاجه. عايزك تعرف ان انا بحبك قوي كمان. وانا عايزك تعرف حاجه، عايزك تعرف ان انا فاهمك كويس قوي. ايه ده يا ماما؟ انتي قلعتي اسود؟ يا حبيبتي
الحزن في القلب مش في الهدوم. ايوه بس انا كنت فاكره ان انت عمرك ما هتقلعي الاسود ابدا. انت كمان لازم تقلعي الاسود. الاسود يا زينب بيخلي الواحد نفسيته مقفوله ومش عارف يفكر. وانا هفضل طول عمري حزينه على ابوكي، على عبد الله. حاضر. ايوه يا سيدي حاضر حاضر حاضر. مسافة السكة. جاي لك جاي لك على طول. يلا مع السلامة. صباح الخير. ايوه صباح الخير يا ست كريمة. صباح الفل والهنا والرضا. هو أنت خارج ولا إيه؟ عندي مشوار كده مع الحاج كامل. طيب يعني كنت بستسمحك وبستأذنك أروح أطل على نادية وعبد السلام أخويا. ده كلام برضه. تستأذنيني؟ طبعا. أمال إيه؟ الله، مش انت راجلنا وحامينا وعايشين في خيرك؟ حتى لو هعدي بره عتبه الباب لازم استاذنك واخد منك الرضا، حتى لو كنت رايح على عبد السلام اخويا. هاتي ده واطلعي صحي الست جبريه عشان تيجي تفطر معانا. ست جبريه طلعت من بدر. خرجت كده من غير ما تقول؟ ما قالتش رايحه فين؟ طب روحي انت واعملي لي قهوه. معقوله تخرج كده من غير ما تقول هي رايحه فين ولا ما تكلمها؟ اطمن عليها، اطمن عليها. لكون خارجه زعلانه من اللي حصل امبارح وخدت في وشها وسابت البيت. استغفر الله العظيم يا رب. ولا هي متعوده تخرج من غير ما تستاذن من جوزها؟ هتتاخري عند ابو سلام؟ لا، ولو مش عايزني اروح اؤمر وانا اقعد. لا روحي تاكل لقمة بقى. ماليش نفس. أنا شكلي أحب العيشة هنا أوي. أوعي. غريب، أنا افتكرتك حابب هنا. مين قالك ده؟ كل تصرفاتك بتقول كده. ده أنا عارف، حتى افتكرت إنك لو طلعت بره هنا ممكن يجرى لك حاجة مثلا أو ما تعرفش تعيش. تصدق هي؟ أنا نفسي أطلع من البلد دي النهاردة قبل بكرة. أطلع بأي حال من الأحوال. حاسس إني ضيعت سنين عمري في سجن أنا صنعته بنفسي. تعبت وزهقت، ما تستغربيش. بكرة لما تقعدي هنا شهر أو شهرين تعرفي أنا أقصد إيه. لازم تروح له. البيت لأ. بيته وهو ده الصح. أنت عايز الحج ولا عايز اللي يضحك عليك ويعوم على عومك يا حاج عبد الحكيم؟ جرى إيه؟ جرى إيه؟ مالك شدد عليك دي ليه؟ عشان انت غلطان. لازم تروح له وتطيب خاطره ولازم ترضيه. انت لو مكانه عمرك ما كنت هتسامحه، وقليل ما كنت خيطه عيار. وانا مش عارفك. كبيره قوي، كبيره ان انا اروح لحد البيت واعتذر له. واللي انت عملته ما كانش كبير، واللي عمل ولدك ما كانش كبير. جرايا يا حاج عبد الحكيم، البنت هتروح فين؟ انت لازم تروح تعتذر له وترجع البنت كمان. مروان مش عايزها. ولدك مش فاهم حاجة يا حاج، وانت الكبير وتعرف الأصول. هلا البنت هتروح فين بعد عشرة العمر دي كلها؟ وولدك لو عايز يتجوز تاني يتجوز يا سيدي، ويخليها قاعدة في بيتها معززة مكرمة، يشيلها على راسه ويحطها جوا نين عينيه. بنات الناس مش لعبة يا حاج. انت مش عارف حاجة. أصل لا أصل ولا فصل. انت غلطان، لازم تعتذر له ولازم نادية ترجع. عبد السلام مجهور يا حاج عبد الحكيم، من ساعة اللي انت عملته كتم في قلبه، قاعد في البيت لا بيطلع ولا بيروح ولا بيجي، وعقله بيقول له انك انت اكتر من اخوه، وكمان عامل حساب لاخوك عبد الله الله يرحمه اللي كان جوز اخته، وانت ولا همك. خلاص خلاص ترجع، بس لازم يعرف ان العيب من عندي هو، وان بنته هي اللي غلطانه. ولما ترجع لازم توززم كل اللي في البيت، وبالنسبة لها تبقى جبرية ستها. وتبوس يدها وتحطها في حمام عينيها. ايوه اكده صح يا حاج، اكده صح. اللي انت عايزه هيمشي يا حاج عبد الحكيم. تصدق انا كنت عارف من الاول انك عمرك ما كنت هقول لها. عشان تعرف ان قلبي طيب. لا انت مش طيب ولا حاجة، انت بس تعرف الاصول والواجب، بس نفسك كبيرة شوية. والكبر من الشيطان يا حاج. الكبر والغرور هم اللي طلعوا ابليس من رحمه ربنا. يا سلام يا ناس، يا سلام.
لو الإنسان يعرف إن آخره مدفون في التراب والناس اللي عمال يشيلهم على راسه دول ها ويحطهم فوق رقاب الخلق هم أول ناس هيسيبوها يمشوا. خلاص كفاية كفاية يلا يلا نروح للبيت بدل ما ارجع في كلام يلا. لا لا يلا بينا قبل ما ترجع تاني في كلامك. على مهلك شوية يا ست جبرية مش قادرة. عدست عليها وليا رجلي طول الليل بتنشر عليا حرام عليكي. خلاص جربني همي لهوي بالي. دراعي اما كان متجوزها. يعني هي ما قالت لكيش اي حاجه؟ ما فتحتش خشمها خبيثه خبث السنين. طيب ما عرفتيش منها مروان مخبي البيت فين؟ لا ما عرفتش بس هعرف. هو انا هسكت. يخيبك يا مروان. قال وانا فاكراه طيب طلع سهون وميه من تحت تب. عشان لما اقول لكم انكم ظالميني تبقوا تصدقوني. مصدقينك يا اختي. بصي يا نادية عايزاكي تشمشمي وتتقصي وتعرفي لي من البت دلال مين اللي عمل العمل لفوزية. هيكون مين يعني؟ يا بنتي أنا عايزة الحقيقة. عايزة تعرفي منها كويس قوي مين عشان لما شرشح وافتح صوتي قد كده محدش يقدر يقول لي تلت التلاتة كام. فهمتي؟ اللي تأمري بيه يا عمتي. يا بوي ده يوم ما جبرية تتفضح يبقى يوم السعد والهنا كله. اصبري ان شاء الله ربنا هيفتحها. شوفي مين. يا رب يا ساتر. يا اهلا وسهلا. الحاج عبد السلام هنا؟ موجود يا اخوي. اتفضل. تعالى يا حاج عبد الحكيم. اتفضل. اتفضل يا عمده. تعالى يا عم اسحاق. يا رب يا ساتر. يا اهلا يا اهلا يا الف خطوه عزيزه. اهلا بالرجاله الكبار. اتفضلوا. اهلا وسهلا. ازيك يا عبد الحكيم؟ يا اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. ازيك اسحاق؟ اتفضل اتفضل. ازيك؟ كيفك يا ست الكل؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا عمده عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ازيك انت يا ست كريمه وازاي بناتك؟ فضل ونعمة من الله. كويسين الحمد لله. دايما يا رب. ابوك فين يا نادية؟ موجود. خير؟ اطلع عند هيلو يا نادية. ليه؟ الله جاريها نادية. لما ابوك اسحاق يقول لك انده لابوك تندهيله على طول. ما عايزينش لا توعجن احنا. ولا ايه يا كريمة؟ لا عينينا حاضر. روح يا نادية. قولي لابوك في ضيوف عزاز قوي عايزينك تحت. يلا يا حبيبتي. تشربوا ايه؟ قهوة عبد الحكيم أنا عارفاها وقهوة إسحاق زيها بالظبط. وأنت يا عمدة قهوتك إيه؟ مظبوطة إن شاء الله. وأنت؟ لا أنا قهوتي عاد لما الحاجة اللي إحنا جايين عشانها تنقضي. تنقضي إن شاء الله. أهلا أهلا حاج عبد السلام. عبد السلام كيفك؟ مرحبا. هلا جاريها يا ابو نادي. يعني سلمت علينا كلنا والحاج عبد الحكيم له ليه؟ بقول لك يا حاج كامل انا قلت انت لما ترجع من الحجاز هتجيب لي معاك حاجه من ريحه النبي يعني. عليه الصلاه والسلام. اتفضل اقعد. اقعد يا محمد اقعد اقعد. معاك حاجه يا ابو نادي. انا غلطان بس انا برضه جاي لك النهارده وجايب لك صاحبك وحبيبك معايا. انا لا ليا اصحاب ولا احباب. شفت يا كامل مش اللي ما يقول لك حاجه تسمعك. استهدى بالله عادي يا عبد الحكيم اقعد.
اقعد ما توجعش دماغنا عاد. توجع دماغك؟ ايوه ما توجعش دماغنا، انت غلطان، واحنا جايين نستسمع الحاج عبد السلام ونقول له حقك علينا. حقك علينا يا عبد السلام، واحنا مستعدين نحبه على راسك واحد واحد، واولنا عبد الحكيم، عشان اللي حصل ده كبير، كبير قوي، بس انت احسن مننا كلنا، وانت عودتنا على كده. يلا عبد الحكيم يلا تعالى. يلا تعالى يا عبد الحكيم. قوم يا عبد السلام قوم. على راس عبد السلام يلا. قوم يا راجل قوم. حب على راسه. الله ليه كده؟ ليه كده يا عبد السلام؟ انت جنيت ولا ايه؟ يلا يلا عبد الحكيم. استنى اصحاب. ليه كده يا عبد السلام؟ الراجل جاي لغايه بيتك عشان يحب على راسك. تقوم تعمل كده وبيتك. عبد السلام ليه كده يا عبد الحكيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اخويا 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 عبد السلام عبد السلام اللي عملته ده عبد الحكيم اللي عملته ده عبد الحكيم سلام. تبقى خاوي يا عبد الحكيم. خاوي يا عبد الحكيم. لا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا اخطر عبد السلام ما عنديش حزن كلامي مفهوم ومسموع يا انا ست جبريه فوق يا ست جبريه ست جبريه عملني يا عبد الله عملني يا عبد الله هتقدرش تقتلني انا قتلتك هقتلك تاني وتالت كسرت قلبي يا عبد الله عملني يا عبد الله عملني كنت ليه قتلت يا عبد الله؟ هقتلك تاني عبد الله ست جبرية فوقي يا ست جبرية عملني يا عبد الله ست جبرية فوقي 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 يا ست جبرية فوقي معك ست جبرية استحي بالله عليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب روح يا كامل روح اطمن على ابو حكيم شوف فيه طيب هروح حبيبي محدش يجي جنب الجثه لحد الحكومه ما تاجي هي من دي اللي حتيجي يا اسحاق الحكومه يا كريم عشان ايه؟ عشان تحقق في ايه؟ في ايه بس يا ست كريمه مالك؟ انت معانا ولا تايهه منينا ولا ايه بالظبط يعني؟ لا انا مش تايهه. انا معاك وفايقه كويس قوي. بس انا مش فاهمه. انتوا بتتكلموا على ايه بالظبط؟ على القتيل اللي قدامك ده؟ قتيل؟
فين القتيل ده؟ أنا مش شايفة قتلة. عبد السلام أخويا مات قضاء وقدر، وجايز هو اللي ضخ نفسه من حرقته وغيظه. ست كريمة، أنا خابر اللي في دماغك وشايف الأمور تمشي جنون يا أحسن. كان هو عمل حساب للجنون لما كلملنا وحلنا وساب لحم أخوه مرمي في المستشفى، ما فكرش إني يلم عرضه وشرفه ويحاكي عليهم. ولا إيه يا عمدة بلدنا؟ يا ست كريمة سيبك من اللي أنت بتقوليه ده وخلينا في المهم. وتخلطيش الأمور ببعضيها يا ست كريمة. اوعى تقول إن أنا بخلط الأمور ببعضها وإن أنا ظلمة. لا، كده أنتوا اللي بتخلطوا الأمور في بعض وبتدافعوا عن الظلم وعايزين الفساد يعلى والظلم يعم. لو ده كلامكو تبقى أنتوا كمان محتاجين ضرب النار. مش اجديه خالص يا ست كريم. اجديه ونص، اجديه ونص يا عمدة. وأنا الكلام عندي خلص. اتفضلوا اتفضلوا. شد حيلك. حسام بيقولوا ايه؟ طارق عبد السلام كل النسوان ما فيهوش راجل ياخد بطاره، وعبد السلام مات كده اهو وراح بطريس ملهوش ديه. نسيبه يعني؟
نسيبه نسيبه. لا يا حبيبتي مش هنسيبه مش هنسيبه، بس عايزاكي اي حد يسألك تقولي انه ما عرفش حاجة. انا رجعت انا وعمتي ما لقيناش ابويا في البيت، سمعتي؟ يعني عاوزة اكتم في قلبي وانا عارفة مين اللي عملك ده؟ ايوه تكتمي في قلبك وتحطي بقك تين تين والنار اللي جواي اطفيها. لا ما تطفيهاش، تسيبيها تولع 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 وتزيد لحد ما تحرق البلد باللي فيها، لحد ما تحرق البلد باللي فيها. وان كان على طرفك هناخده هناخده يا ناديا، بس بالعقل مش بالرصاص والدم، سمعتيني؟ قومي قومي يا بنت اغسلي وشك وتعالي يلا. قتلك عبد الحكيم، قتلك يا اخوي، قتلك يا اخوي، قتلك عبد الحكيم، بس وشرفك ورحمتك ورقدتك في تربته هسيبه، مش هسيبك يا عبد الحكيم، ولا هسيب كبريه، ولا هسيب حد تسلي على طرف. شد حيلك عشان نوصل. رجلي مش هيلان يا دلال. ومين سمعك؟ ده انا كنت هطب ساكته لولا ستر ربنا. ايه اللي حصل؟ مفيش، اول لما جربنا من الطاحونه وكان شياطين الجن حاجت علينا وصوتها بقى يجلجل وكاني هطرش، وانتي وجعت مني ما جيتش عارفه اعمل ايه. انا بكره الطاحونه دي، بترعب منها. ومين سمعك؟ مين ما يترعبش منها وهي دايرة تاكل في الناس؟ بس هي دارت ليه؟ بيقولوا زمان ان الطاحونة دي عاملة زي الدنيا، بتاكل وتهرس اللي يظلم. طيب يلا يلا نمشي ونحمل المطرح دي. يلا يلا. ايه يا عبد الحكيم؟ يعني جيت ودخلت على المكتب كده ولا طلبت الغدا ولا حاجه؟ حد مزعلك؟ بقول لك كنت عاوزه اتشاور معاك في موضوع كده. الصراحه يعني فات على موت عبد الله الله يرحمه كتير، وانا ما شايفاش يعني سبب للتاجيل. اصل بصراحه كده انا عايزه اعمل فرح، فرح كبير، كل البلد تحكي وتتحاكى عني. مالك يا عبد الحكيم؟ ساكت ليه؟
تغيرت رايك ولا ايه؟ لا انا حتجوز ويعني حتجوز. اسكتي اسمعش حسك، سيبني لوحدي. سيبك لوحدك يعني ايه؟ انا عارفه كويس اللي بيدور في راسك، لكن لا انا مش هسكت المره دي. ده حقي، حقي ان اتجوز ويبقى لي عيال وبيت زي زيكم. انتوا ايه؟ لا بترحموا ولا بتسيبوا رحمه ربنا تنزل. ولعلمك انت لو ما حددتش يوم لكتب الكتاب انا هتجوز وغصب عنكم كلكم. ها انت تسيبيني لوحدي؟ انت ايه؟ ما بتفهميش؟ انا في مصيبه. ابعد عني، حل عني. مصيبه ايه دي؟ هي يعني المصايب ما تجيش لما يكون ليا مصلحه؟ ايوه فهمت. كريمه وعملها المجندل اللي عملتهولي، السحر اللي سحرت اهلي اشتغل. ايوه عشان انت كنت موافق على الجواز. دلوقتي لا طايقني ولا طايق تسمع حسي ولا طايق سيره الجواز. الله يحرقك يا كريمه وياخدك. لكن وما قام المصطفى لو الموضوع ده خرب ولا حصل فيه حاجه لكن شق بطنها ومطلع مصارينها لبره. يا بوي يا بوي، الكلام اللي سمعته صح؟ كلام ايه اللي سمعته؟ صحيح انك طخيت عمي عبد السلام وجبت اجله؟ يا لهوي يا بوي، الكلام ده صح؟